السلام عليكم الإخوان، كي دايرين بخير؟ فيديو تعليق خفيف ظريف كما العادة. في بعض الأحيان كتشابك الأفكار والأحداث بطريقة غامضة ومثيرة للدهشة، كتخلي الزمان والمكان بحال شي جوج صفافد خدامين تنسجوا ليك خيوط القدر بين صفحات الواقع. وهذا الشيء اللي طرى ليا بعد الحلقة السابقة ديال الصحراء الغربية في 10 أسئلة ديال المؤرخ الفرنسي برنار لوغان، واللي شفنا منها غير جوج أسئلة وكان من المنتظر نكملوا الباقي اليوم. لكن كان خاص ضروري ندير واحد توضيح خفيف ظريف ونحط بعض النقاط على الحروف. في الحقيقة أعداء أعدائي هو الخطاب العنصري، وفوق أعداء أعدائي كون كانت شي كلمة كتعبر عليها نسميوها مثلا إكس ديالي غتكون هي العنصرية بيناتنا وفريع الرأس، خصوصا إلا كان الفراع راسه خاوي وغير سامع، وهذا في الواقع تنعطيه حسابه وفي المواقع ما مساليش ليه حيت كاين ما يدار. لكن اليوم غادي نرد على هذاك اللي مشكله ليه الهويه ديالو عقده، وضروري باش يتبدل الوجود ديالو خاص يبرز الوقت، وهذا الشعور تيكون عند الاشخاص اللي تيكون عندهم احساس بالدونيه خاصو يتخبى ديما في شي جماعه كانت رياضيه ولا فنيه ولا ثقافيه وغيره. المهم خاص يتخبى في شي حاجه باش تعطيه هذاك الاحساس. اما اللي تيكون تايق في راسو ما محتاجش داك الشيء حيت عارف راسو مزيان، ما محتاجش حتى تعرف سميتو ولا تعرف مدينتو ولا منين جاي وفين غادي. حنا دابا راه في 2024، وداك الشيء اللي كان تيبان الخيال العلمي في التسعينات راه ولا حقيقه، والعلم صافي راه قدر يفكك الحمض النووي ويخرج منها المعلومات اللازمه اللي غتقدر تحدد ليك الاصول ديالك كيفاش انتقلات عبر الزمان والمكان. داك الشيء امولاي الصديق ومولاتي راه ولا علمي وبالدليل ماشي بالشفاوي. يعني باش شي واحد يجي يبقى يحل علينا فمه علاش كتقول البربر وقول الامازيغ وديك الهضره الشعبويه، راه خاص اللي تيقولها يعرف شنو تيقول ويحط دلائل بحال اللي حط صاحبنا لوغان في الحلقه السابقه وسكت بنادم. وداكشي اللي غادي ندير اليوم لهذيك الطبقه. قبل ما نمشي لامريكا شهور وانا تنخطط بلاني، وهذه قاعده مزيانه فيا، ومن بين الحوايج اللي حطيتها في لاليست تودو هو ندير خريطه ديال الدي ان ا ديالي، ماشي ليا حيت انا متاكد وعارف الاصول ديالنا مزيان، لكن باش شي نهار الا تحل شي فم نسدو ليه. مشيت في اول نهار ضربت كاع بروكلين تنقلب على هذوك المراكز ديال الدي ان ا، لقيت شي جوج، واحد كان ديال شي معهد عالي خاص بالباحثين ما لقيتش كيفاش ندخل ليه، والثاني قالوا لي داكشي راه غير اونلاين. المهم مشيت لواحد الجرده وجلست وقلبت في الانترنت، وجوجل عطاني واحد المنصه مختصه ومعروفه عالميا في هاد التحليلات ديال الدي ان ا. هاد المنصه بعد ما كتخلصها كتصيفط لك الكيت بعد يومين ولا 3 ايام، والنتيجه كتلقاها بعد واحد 6 ديال السيمانات في المنصة ديالهم في الانترنت ولا الاب اللي تقدر تتبع فيه مراحل تحليل الدي ان ا ديالك حتى كتبان النتيجة. غادي نكوموندي الكيت وعطيتهم عنوان لوطيل، وفعلا بعد يومين غادي نتوصل به وصورته فوق الشنطة كما كتشوفوا. هاد الكيت ملي كتوصل به كتاخذ واحد العينة من الدفال ديالك كتحطها في واحد الانبوب وكتضيف عليه واحد السائل حتى هو تيجي معاه، خاصك تدورو باش ينفصل العازل ويتخلط مع اللعاب ديالك وتحطه في واحد لومبالاج وتسدو وتديه لاي بلاصه ولا صندوق ديال البراوات ولا بوست وصيفطو حيت كلشي مخلص. وداك الشيء اللي درت ونسيتو. دير الدي ان ا تيست راه ماشي لاصحاب القلوب الضعيفه حيت تقدر تصدم، والصدمه يقدر يكون التاثير ديالها النفسي عليك نفس التاثير ديال الا درتي تيست لولدك وطلع ماشي ولدك، راه اطونسيون، خصوصا الا كنتي مشيتي بعيد في داك الشيء ديال انا وجدودي، راه دخل راسك في شي متاهات راه ما غاديش تقدر تخرج منها. المغرب كان ديما وغادي يبقى ملتقى ديال الحضارات، يعني ديما مكونات غتزاد عليه، وهذا الشيء راه ماشي عيب بل ضروري من اجل التطور. اليوم راه ماشي معقول مضيعه الوقت في هذا الشيء، كتمشي للسويد ولا الالمان ولا امريكان وغيرهم كدوز عندهم واحد 3 سنين كتاخذ الجنسيه، ولادك صافي عمر شي واحد غادي يبقى يسولهم منين جا، وحنا هنا قرون وقرون بنادم معاك وحميده تيقول ليه رجع منين جيتي، راه الهربه امولاي الصادق. بحال واحد الفيديو ديال الفايد كنت قلبت عليه باش نحطو ولكن ما لقيتوش، قال فيه لهذوك اللي ماشي امازيغ رجعوا للكوفه، كيصحابني انا زعما هاد السيد راه بعقلو ساعتها هو هارب ليه الفريخ. في الصغر ديالنا كل واحد كان عنده لقب عطاوه ليه صحابو، طويل العجلات بقال راس المعده وغير الالقاب اللي هي، وهادو غير صحابك فما بالك بعدوك. العدو ديالك غادي يعطيك اكيد شي سميه مهينه، واول سميه سموا بها سكان شمال افريقيا هي المور، وهاد السميه الا ترجمتيها بلهجات اوروبا ديال شحال هادي اللاتينيه الرومانيه ولا اللاتينيه الجرمانيه
غتعطيك السود، يعني بلاد المور هي بلاد السودان الغابرة واللي كانت داخلة فيها موريتانيا وحتى مالي. واخا انت تسحب راسك بيض، راه تمشي للسويد ولا المانيا في بعض البلايص اللي مازال محتفظين بالراسة ديالهم، غادي يعتبروك ملون ام لا الصديق، ما غاديش يقدروا يفرقوا بينك وبين واحد من الصومال. كما انت ما غاديش تقدر تفرق بين الشينوا اللي حتى هما فيهم اعراق كتبان في اللون والملامح، غير هما اللي تقدروا يميزوها. اي موري بالضروره هو بربري امازيغي الا بغيتو، لكن راه ماشي اي امازيغي بربري هو موري، حيت البربره جاوا من بعد وهما قبائل مختلفه، الويندال القوط الرومان الاغريق تخلطوا بيناتهم وتخلطوا مع المور. والامبراطوريات اليونانيه والرومانيه من بعد سماتهم بربر وخلطاتهم حتى مع هادوك اللي ماشي منهم وعايشين في اوروبا. ومن بعد ما اوروبا توحدات لصقوا فينا هاد السميه ودخلوا فيها حتى العرب اللي جاوا بعد الاسلام بعد ما اندمجوا مع كل شيء. لكن الغرب الاوروبي ما حملش العرب حيت قلب البوصله ديال شمال افريقيا وعربهم، هما اللي كانوا تيبلانيو يغربوه ونوليو مثلا بحال هادوك اللي في افريقيا ولا البرازيل نسخه غربيه مشوهه. داكشي علاش حاولوا يفرقوا هذاك التجانس وقلبوا في الكتوبه حتى جابوا لينا هذاك الحرف العجيب وقال لك هذا راه ديالكم. والعالم القديم كامل كان يحفر به الكهوف، لقاوه في الهند في تنزانيا وحتى في الفايكينغ، واللي تفرج في الملك راغنر ديال الفايكينغ غيتاكد من هذا الشيء. اما هذا مصطلح الامازيغيه هذا مصطلح جديد راه كاع ما كان في القديم. جده الله يرحمها اللي كاع ما كانت كتعرف العربيه سولتها شنو كتعني هاد الامازيغيه كاع ما عرفاتها. مولاي الصديق حنا راه مغاربه والافتخار بالاصل واجب، لكن بلا ما تقصي الاخر، خصوصا الا ما كانش عندك الدليل. ومن هذا المنبر باش تهضر ولا يهضر شي واحد اخر راه لابد خاص يدير الدي ان ا ديالو ويوريه لينا كما غادي نوريه لكم. لكن قبل ما نوريه غادي نوري ديال واحد الصديق معروف امازيغي بربري موري، عاد غادي نوريكم ديالي. ديالي جات متوقعه، فمن شمال افريقيا جات 39%، الشرق الاوسط 20%، و 21% من اوروبا، مقسمه 9% من اسبانيا، 11% من الطليان، و 12% من السنغال، وما تبقى نسب من مناطق مختلفه في العالم. ففاش شفت النتيجه بان لي ان ما كاين حتى عرق فايت 50% في التقدير اللي داروا، وما كاينش يعني ما كاينش عرق اللي كيمثل الاغلبيه. وهنا كيبان انه من الغباء ان الواحد يبني الهويه ديالو على الانتماء العرق او شي اثنيه معينه. وسبحان الله توصلت بالنتائج غير البارح بعد ما وصلوني بعض العتابات، قال لك علاش قلتي كما قال المؤرخ بربر كان خاصك تقول امازيغ، وهذا الشيء راه ماشي صدفه. البارح في العشيه غيوصلني واحد الايميل من هذيك المنصه ديال تحليل الحمض النووي، مكتوب فيها بان النتائج نقدر ندخل للاب ونشوفها. وفعلا بلا ما ترددت ودخلت وشفتها، ويا للفرحه داكشي فوق الوصف بحال اللي تخيلت في دماغي، لدرجه ان الخريطه الجينيه اللي صيفطوا ليا هي نفسها اللي حاطه شعار للصفحه في الفيسبوك، وهذاك هو شعار ديال الخريطه ديال جدودي. واش هادي صدفه؟ المهم كما غتشوفوا في النتائج 62% شمال افريقيا يعني المغرب، 33% مالي، 2% السنغال. هو في الحقيقه راه 100% باعتبار مالي راه داخله في كاع الامبراطوريات ديال المغرب السابقه. جدودي والحمد لله كما تمنيت كانوا طول التاريخ داخل الرقعه ديالهم، ما كاينش شي حد جا من اوروبا ولا اسيا ولا الشرق الاوسط. وهذه الخريطه راها نادره امولاي الصديق، وهذه هي خريطه المور، وهذه هي الخريطه اللي كان كيتسارى فيها اسود الاطلس. القضيه راها في الطاق يا امولاي الصديق، وما محتاجاش الدخول في هذه المتاهات. راه اللي جاي هو اصعب فتره دازت في التاريخ، محتاج اتحاد وتضامن. اوروبا راه ما بقاش عندها المواد الاوليه، وراه غتخرج تقلب عليها صحة وغادي يرجع للاستعمار. والمواد الاوليه راه كاينه دابا غير في روسيا وكندا وفي افريقيا، وهادو هو اللي غادي يكون عليهم اللعب في المستقبل. راه دائما المغرب هو الاصل والباقي تقليد، والحدود ديال جدودي راه هي اللي غترجع. الخبر فراسكم.